انا من لاني جعانه وعطشانه قوي قوي في 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 مساله ديني بالاخص، لاني انا مش معنى كده ان انا قبل كده ما كانش عندي، كنت بصلي برضه بس كنت متقطعه الصلاه، ده انا اكتشفت ان انا بعد كده يعني بعد مش يعني قبل حجابي بشويه، انا ابتديت ادرس علوم شرعيه قبل ما اتحجب بسنه ونص تقريبا، اكتشفت ان انا بتوضى غلط اصلا، يعني عارف والله العظيم حاجه ابسط الاشياء اللي ممكن فانا حسيت ان انا جعانه قوي وعايزه قوي ادرس وعايزه اعمل، طب وفين حق بيتك وفين حق زوجك وفين، ما هو ربنا سبحانه وتعالى برضو ما قالش انه 24 ساعه في ال 24 ساعه دروس، 24 ساعه في ال 24 ساعه انت قاعده على سجاده الصلاه، 24 ساعه في ال 24 ساعه عايزه تحفظي قران، عايزه صح، وفي اولاد وفي مش، فالعطش اللي كان جوايا وقت حجابي الاولاني كان عامل ثوره فظيعه جدا جدا وغطاء على عيون خالد بشكل رهيب جدا، لانه في النهايه حاسس انه ايه ده، هو ده الدين، هو ده يعني ربنا قال كده، فطبعا جاله تشك جامد جدا جدا، ان هو ابتدى حس انه انا باسلب منه بشكل رهيب جدا، وانا ما عنديش بقى تفاهم، انا وقتها ايه عارف اللي لقى الايه وكلبش فيها وخايف لا تروح منه، 7 سنين عايزه الحجاب، فقمت مكلبشه واللي هو مش هتحرك. جوزك وافق على الحجاب؟ وافق في الاول لانه هو شايف ان هو يعني شرع، لكن الحياه اللي انا دخلتها له بعد كده حس انه لا انت متطرفه، يعني هو فاهم يعني، هو حس انه ايه ده اللي انت بتعمليه فينا ده والولاد وبتاع ومش ممكن، والبس بقى العبايات والبس مش عارفه ايه، فاللي هو حس في سواد في البيت ماشي طول الوقت، فاللي هو اتخض جدا، فطبعا العلاقه بينا بقت مستحيله، فانا قمت طبعا قايله الجمله الشهيره لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق والكلام الكبير ده، وقمت طبعا سايبه البيت وماشيه اللي هو بقى بهرب، لان انا ساعتها عارف خفت من حاجه، خفت ما انا لازم ابتدي اكستريم الحقيقه علشان اعرف اثبت دلوقتي في اللي انا بكلمك فيه ان انا ابقى انت المسؤوله عن الانفصال ولا خالد؟ دايما اتعلمت اني احط المسؤوليه على نفسي، لان انا اللي عارفاني بس انا مش عارفه الاخرين، يعني انا ما اعرفش يعني خالد مدى اهتمامه بهذا الموضوع ايه، هل انا استعجلت، هل انا ضايقته جامد، هل هو كان عنده حق، هل هو ما عندوش حق، بس انا شايفه ان انا غلط في الحته دي، طب ما انا اقول الغلط بتاعي بصرف النظر التاني كان غلطان ولا مش غلطان، هو حاسب نفسه بقى. بعد ما فشلت الزيجه الاولى اتجوزتي بعد كده وخلفتي على طول، كان عندك اعتقاد ان هذه الزيجه هتستمر وهتنجح؟ ما بفكرش قوي انه ايه ينجح او ايه ما ينجحش، انا لما بفكر انه يعني سبحان الله العظيم، يمكن الزواجه الثانيه انا كنت بتكلم في الاكتر ان انا عايزه اتقي الله سبحانه وتعالى، وعايزه يعني ايه، في حاجات كتير قوي قوي بقى قريت عنها عايزه انفذها بقى، يعني عايزه انفذ بقى يعني ايه زوجه طائعه ويعني ايه كذا ويعني ايه حاجات كتير جدا بس جدا. بس انت وانت بتختاري الزوج الثاني كانت معاييرك معايير دينيه شويه في الاختيار؟ كانت معايير غير معايير الاول في اول جوازه. مظبوط. يعني يمكن اول جوازه يعني قلتي مثلا عايزه ايه الشروط اللي انت حطاها، ايه الشروط اللي كنت حطاها؟ حد يعلمني ديني، حد يبقى فقيه في 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 في, في دين في حاجه، يعرف ان هو يعلمني اكتر استفيد منه اكتر، اطلع عليه لله اكتر. اتطلقتي بعدها بقد ايه؟ مفيش، يمكن 6 شهور. بتحملي المسؤوليه لمين؟ لنفسي برضو. ليه؟ التسرع في الاختيار. طبعا التسرع في الاختيار، رغم ان في طفل برضو. طبعا ما هو ده الجمال، انه ربنا سبحانه وتعالى يديك هديه من كل حاجه، يعني عارف ازاي اللي هو يعني برضو التجربه بتاعتك ما تبقاش كلها سودة، لا فيها حاجه منوره. الاصدقاء في حياتك، عندك اصدقاء مقربين النهارده بعد يعني بعد المرحله الجديده في حياتك؟ عندي اصدقاء دخلوا حياتي طبعا جداد. في نوع ناس خرجت؟ لا والله، لا ما فيش، اللي خرج بمزاجه، انا ما خربتش حد، انا كل صحباتي اللي خرجوا ليه؟ طيب بقت حنان معقده بقت حنان دوشه بالنسبه له، بس ما اعتقدش ان في حد خرج قوي، يعني ما فيش، يعني اللي خرج ده ممكن يكون كان على الهامش فهو خارج اصلا.
فما مش هامم يعني. لكن ما فيش حد بس معروف دايما الفنان بتبقى علاقاته وصداقاته من جوه الوسط. انت لما اتحجبتي معظمهم موجودين كلهم لما اتحجبتي هل بعضهم يعني بقيتي منبوذه مثلا؟ حسيتي بده؟ بالعكس بالعكس يعني. انا عايزه اقول لك ان طول الوقت مثلا هند معايا طول الوقت، هند صبري، منى زكي على طول معايا، طبعا السقه على طول، محمد هنيدي على طول، بنسافر مع بعض عمرات، بنطلع مع بعض طول الوقت، بنسال على بعض، بنتغدى بقى اروح عندهم يجوا عندي يعني. لا يمكن ما فيش ولا يوم او ولا مش عايزه اقول ولا يوم لان احنا ما بنتكلمش بعض كل يوم، كنا حتى قبل كده لانه كل واحد مشغول في حاجته، بس ما بيمر الشهر الا ما بنسال على بعض. عمرك تعرضتي لخيانه من صديق او صديقه؟ خيانه؟ لا. لا لا لا. طعنك في ظهرك، طعنتك، قفشت اسرارك؟ ما عنديش اسرار، ده انا اهو ما عنديش على الهوا. انا على الهوا على طول، طول عمري على الهوا. دي مشكلتي، دي مشكلتي، واجي بعد كده اظلم الصحافه اقول لهم ابعدوا عني بكرهكم كلكم. طب ما انت يا ست اللي ناشره حاجتك كلها بره في الشارع طول الوقت. هل ممكن اولادك يغنوكي عن جواز جديد؟ اكيد اكيد، لانه مسؤوليتهم صعبه جدا. ثانيا انا شايفه انه معايا ثلاث رجاله ما شاء الله بتوعي، عارف يعني بتوعي بقى، يعني انا اللي لا مؤاخذه بقى، يعني انا بتوعي، انا ثلاث رجاله اعمل فيهم اللي انا عايزاه. تقبلي تبقي زوجه تانية؟ هي ثقافه يعني، عايزه اقول لك انه دي شرع، بس ثقافتها هل انت مؤهله ثقافيا ان انت تقدري تعمليها او لا؟ انا ما جربتش نفسي فيها. الزوج الابو محمد ده انا كنت زوجه تانية. انا كنت زوجه تانية. قبلتي؟ قبلت، ويعني كانت من ضمن الحاجات اللي انا ما قدرتش اكمل فيها، مش عشاني، ما كانتش عشاني خالص الحقيقه، بس طول الوقت حسيت ان انا هقعد شايله ذنب انه ممكن تكون الزوجه الاولى متضرره، وانا ما احبش ان انا اطلع ربنا سبحانه وتعالى في حد متضايق مني. هل اصدقائك يعني لعبوا دور في افشال الجواز الاولى بتاعتك؟ لا 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 خالص، صحابي بالعكس دول يعني، ده انا غيرت تليفوني عشان صحابي يعني، عشان ما حدش ياثر عليا انه لا انا خدت قرار وانا عايز امشي. حياه حنان ترك، قولي لي قيمتها ايه ودورها ايه؟ يوسف شاهين، خالد يوسف، عمرو خالد، الحبيب علي الجفري، معز مسعود. طيب هايل، نعمل ايه؟ طب قولي لي دورهم في حياتك. طب قولي واحد واحد عشان ما انساش حد، عشان انت سردتهم كلهم ورا بعض. يوسف شاهين. يوسف شاهين طبعا استاذي، علمني على المستوى الانساني والمستوى الفني كتير يعني. انا ماشيه برصيده في الفن الى الان، ودوت انا بلاقيه مع المخرجين الجداد اللي انا بشتغل معاهم، وسمعتها وانا يعني بدي الفضل في هذا الموضوع للاستاذ يوسف شاهين طبعا، ان محمود كامل مثلا في المسلسل القطه العاميه السنه دي لقيته بيقول لي انت ازاي عارفه كده، يعني الممثل المفروض يمثل ويعمل، انما انت ازاي عارفه كده في الاضاءه وفي مش عارفه الحركه؟ قلت له لا، ده الاستاذ يوسف شاهين ممثل عنده يعرف كل حاجه، مفيش حاجه اسمها ممثل يمثل بس. ممثل ده يبقى عارف حركه الكاميرا ويبقى عارف الاضاءه عامله ازاي. فده خالد يوسف. خالد يوسف تلميذ الاستاذ، زي ما كنت تلميذ الاستاذ. خالد يوسف كان من الناس الاستاذ كان متنبئ لهم انهم ان شاء الله باذن انت. الله في حياتي انا خالد تدهور يعني كان بالنسبه لي مثال كبير قوي قوي قوي، وانا بعزه جدا جدا جدا. واللي انا هقوله لك على 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 الهوا دلوقتي عشان هو يسمعه، انه تدهور عندي لانه هو اكبر من كده عندي، فما ينفعش ما ينفعش يبقى بيعمل الافلام بالشكل ده ومش هو ده الاستاذ ولا تعليم الاستاذ. الاستاذ ما كانش بي 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 بيخدش حياتنا، ما كانش بيعمل كده، ومش هو ده اللي علمه له الاستاذ. استاذ عمرو خالد. استاذ عمرو خالد رجل في حياتي انا سمعته في اول، مش اول التزامي، قبل التزامي بكتير جدا، كان عنده مجموعه كده للقلوب، لتطهير القلوب. قد ايه انا كنت معجبه بيها قوي. هو شاطر جدا جدا. لعب دور في حجابك؟ لا، هو كان
يعني كان 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 منطق يعني منطق في فتره حجابي بالتحديد ما كنت يعني كنا بعاد جدا عن بعض. ما كنت قبل الحجاب جهزني يعني طول الوقت. يعني يمكن ما اقدرش اقول لك انه من اول الناس, يمكن كان من اول الناس الحبيب علي, كان من اول الناس اللي كنت انا وخالد خطاب وكنا مجموعه من الممثلين في عمره من العمرات, وكنت قابلته هناك في السعوديه وقعدت اساله كتير قوي انه قول لي بقى وربنا سبحانه وتعالى بقى يحب ايه وعايز ايه منا. واحنا كان اول اشياء بتنبض في قلبي كان هو, وده عالم جليل اصله كمان يعني. سبحان الله, يعني سبحان الله هو يعني فتح لي كده شباك الحمد لله طلعت منه. يعني معز مسعود ربنا يبارك له يا رب, حد من الناس المتميزه جدا 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 للشباب. انا في حياتك كنت في فتره طويله, يمكن في الخلافات اللي كانت بيني وبين خالد في الفتره الاخيره يعني قبل انفصالنا, كان هو ربنا يكرمه كان بيقوم بدور الاصلاح جامد جدا جدا في 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 كيان هذا البيت يعني. وكان كمان صديق كنت بعمل فيلم واتحجبت في نص الفيلم, فهو كان جاي علشان يقرب لي المسافه انه يعني ما تقلقيش وانت اخدتي قرار, اهم حاجه تثبتي عليه وانه